السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ الفيديو ده اسمه مناسب للباقه، بعنوان ليه انت ممكن تقدر تخس من غير ما تقلل اكلك او من غير ما تخش في رجيم قاسي. اولا، لو انت بتاكل جبنه رومي حاول تستبدل الجبنه الرومي بجبنه قريش. الجبنه القريش يا جماعه سعراتها الحراريه قليله جدا، زائد ان هي اكل بطيء الامتصاص. اي اكل يا جماعه تسمعوه اسمه بطيء الامتصاص روحوا عليه على طول. اي اكل سريع الامتصاص ابعدوا عنه او كله قليل قوي. بطيء الامتصاص ان هو بياخد وقت عقبال ما الجسم يهضمه، فكده انت بتحس بالشبع. اما سريع الامتصاص تاكله على طول، يعني يتهضم على طول فتحس بالجوع تاني. بس حاول تستبدل الجبنه الرومي بالجبنه القريش. لو انت استبدلت الجبنه الرومي مثلا اللي هي شريحتين جبنه رومي او ثلاثه بحته جبنه قريش كده، قطعه كده بسيطه، هتقلل حوالي من 100 ل 120 سعر حراري. حاول تستبدل بدل اللبن كامل الدسم بالدسم بلبن منزوع الدسم، دي برضو هتفرق كتير قوي. يعني اي حاجه تلاقي كامل الدسم لا، حاول تروح لمنزوع الدسم شويه. حاول تختار بدائل للسكر، ما تاخدش السكر الابيض. السكر الابيض يا جماعه بيبقى سكر مكرر، فبيبقى فيه داخل فيه حاجات كتير قوي، وفي ماده اسمها سبرتام، دي برضو مضره شويه. حاول تستبدل السكر ببدائل السكر، يعني مثلا عسل ابيض، وبرضو ما تكترش في العسل الابيض عشان العسل الابيض للاسف بيكون برضو فيه سكر عالي شويه. بس وحاول، انا نفسي كمحمد تحسين ما بستخدمش سكر خالص، انا بشرب الشاي الاخضر من غير سكر، القهوه الاسبريسو من غير سكر، وهكذا. بدل الرز والعيش كل رز مسلوق وكل عيش نخاله، عيش نخاله او عيش الحبه الكامله. العيش الحبه الكامله عباره العيش عموما بيبقى عباره عن الحبايه بتاعه القمح، بتبقى عباره عن حبايه وجواها نواه. العيش النواه بيتاخد وبيتعمل منه عيش ابيض، القشره اللي بره بتتاخد وبتعمل منها العيش السن. اما فدي حته ودي حته، فانت لو دورت على عيش اسمه العيش الحبه الكامله او العيش النخاله ده هيبقى افضل ليك بكتير. بديل الزبادي، حاول تاخد بدل الزبادي الفواكه زبادي طبيعي او من غير سكر خالص، ده هيبقى افضل ليك بدل ما تاخد الفواكه، عشان الفواكه بتبقى فيها يعني ايه سكريات عاليه شويه. حاول بدل ما تشرب العصير كل ثمره افضل، لان العصير بيبقى فيه داخل فيه سكريات وداخل فيه حوارات كتير، فحاول تاخد سكر تاخد ثمره اكتر. للاسف يا جماعه انا بتكلم بسرعه جدا لان انا عايز الفيديو ده يبقى سريع عشان امتى يبقى الفيديو ده مناسب للباقه، وان شاء الله هرفعه بجوده قليله بحيث الناس اللي تتفرج عليه يبقى الجوده بسيطه. انت باشا مش هتعوز منه حاجه غير اللي انت تسمع بس. خلاص الفيديو ده يا جماعه مناسب للباقه، وشكرا جدا ليكم. وما تنساش طبعا تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تشتروا من اصدقائك. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.